عامة الله بتقول حكما يحتج بالقدر، لا يحتج بالقدر إلا الجبرية، والجبرية من أسوأ خلق الله في باب القدر. يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني كأنهم قالوا سيحاسبه على فعله لا فعل العبد، وهذا ظلم. يعني يصفون الله بالظلم، والله جعل يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله يظلم مثقال ذرة. وقال علماؤنا الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. لذلك لما في حديث حج آدم موسى قال له أنت آدم أخرجتنا نفسك في الجنة، أنت أبو الأنبياء أو أبو الناس، أخرجتنا نفسك من الجنة، فقال أنت موسى، موسى بني إسرائيل. ثم بعد ما قال له وصفه قال له أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فحج آدم موسى، حج آدم موسى. فيمكن أن تحتج بالقدر على المصائب، لكن المعايب أنت فعلتها، أنت عليك أن تستغفر ولا تحتج بالقدر. وقد قال ابن القيم وغيره لك أن تحتج بالقدر على المعصية بشرط ألا تضرب عين الشرع بعين القدر، يعني تكون تتوب، تبت منها، فإن تبت منها فأنت لك أن تحتج هنا بالقدر على أنك قد فعلت وتاب الله علي، ولو لم يقدره الله علي لما فعلت. هكذا لك أن تحتج بالقدر على المعصية إذا تبت منها، لأن المحظور أنك تضرب الشرع بالقدر، لا أنت تقول أن معصيتي أنا فعلتها وأنا أحاسب عليها والله على كل شيء قدير قدر عليها ذلك، ده بعد التوبة. أما قبل التوبة فلا يجوز، حتى لا تكون جبريا تريد أن تحتج بالقدر على النواقص على المعايب. مفاتيح الغيب الخمسة.